أصبحتوا جميع في خير السبل لتحضير المسلسل الانتخابي اللي كي انتظرنا. وفي هذا المجال شفتيوا المجهودات المبذولة على مستويين اثنين، مجهودات مبذولة على مستوى الحكومة ككل ونحن طرف منها من أجل توفير الشروط العامة لتتم هذه الانتخابات. ففي الشق الأول ما فيها باس نأكدوا على الحزم باش غدا الحكومة بأغلبيتها في البرلمان على في مجلس النواب من أجل المصادقة على كل النصوص التنظيمية لتتم هذه الانتخابات في وقتها. وهناك خلافا لما يقال أنتم شاهدين على ذلك، هناك انفتاح تام على أحزاب المعارضة، وهذا الانفتاح ما فيها بس نعود نأكد أنه ماشي كان فقط في البرلمان، هو موجود منذ أزيد من سنة لما استقبل رئيس ديال الحكومة الأحزاب بكاملها. وهذه الأحزاب البعض منها كان يقول بأنه لا حوار لا تشاور لا تشي حاجة، الوقت اللي أنه هذه عام وهذا الحوار موجود وكان مع الرئيس ديال الحكومة، وبعد ذلك كان مع وزيري الداخلية ووزير العدل، وذلك بتعليمات من صاحب الجلالة من يكلف رئيس الحكومة ثم وزير الداخلية ووزير العدل في مجلس وزاري باش يتبعوا المسلسل الانتخابي. فهذا دليل على أنه ما يروج حول هذا الموضوع هو عنده طابع سياسي وغير مرتبط حقيقة بالمضمون، ولو كانت هناك خلافات حقيقية لظهرت. احنا لحينا وباقين كنلحوا، لأننا عملية اليوم 19 ماي كنتمناو أن جميع النصوص يتم المصادقة عليها في الوقت، وأن راه ما كاينش غير انتخابات، راه هاد الحكومة باقي لها تقريبا عام وثلاث شهور ولا أربع شهور ديال الاشتغال، وهاد هاد العام ولا ثلاث شهور ولا أربع شهور راه باقي أمور كثيرة. ثم كتشوفوا مثلا الحسين الوردي، كنتكلم على أمور اللي بارزة، مثلا الحسين الوردي السيمانة اللي دازت مدوز مسألة ديال التغطية الصحية ديال الطلبة. غير بغيت نلح في النهاية، أولا نشكر كل نائب وكل مستشار على العمل اللي كيقوم به، ونعود نأكد لكم على أنه نعتمد كثيرا عليكم. اليوم في الأغلبية الساحقة ديال الأقاليم، إما بفضلكم وبفضل القواعد الحزبية والتضافر ديال الجهود، وهذا التضافر ديال الجهود الله يخليكم أساسي، ما نلاحظه هو أن في كل هذه الأقاليم إلا شي وحدين اللي باقي عندنا متعطرين فيها، في الأغلبية الساحقة ديال الأقاليم نقوم الآن بعمل يعني جيد متقدم، وهناك توسيع ديال الفضاء ديالنا. أريد في هذا الباب حتى في المناطق الصحراوية اليوم فتحنا إمكانيات أخرى مع الالتحاق ديال السي سلامة، هو حاضر معنا ومرحبا به كمستشار في الغرفة الثانية ويأتينا من الدخلة، وهذا دليل على أنه هناك يعني التحاقات كثيرة بالحزب على مستويات مختلفة.